عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. في الفقرة دي هنفتح ملفين مهمين جدا، نهائي دوري أبطال إفريقيا وكمان نهائي دوري أبطال أوروبا. هنتكلم في تفاصيل الاثنين نهائي دول مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا طبعا، الناقد الرياضي الاستاذ محمد مصطفى. يا صباح الخيرات واهلا بيك معنا في 10 صباح. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل يا استاذ مروان. بحسن دايما معاكم، وان شاء الله يكون وشنا حلو على النادي الاهلي ومتواجد بطوله الحراسه ان شاء الله. نتمنى. بص بقى، مش هنقعد نسال الاسئله التقليديه. شفت المباراه اللي فاتت ايه؟ شفت اللي جاي ايه؟ يعني خلينا نخش على طول ونخش في الموضوع بمنتهى الشفافية. فرصتنا كانت ممكن تكون أفضل لو احنا ما تكلمناش ان حصل جول للوداد طبعا على أرضنا. حاليا احنا 50-50، خلينا نقول برضو الموضوع لسه صعب. الموضوع مش هنعول على النتيجة على أي أخطاء، رغم ان فيه، بس مش هنعلق على الشماعة لان احنا ما عندناش هذه النقطة أبدا. ما عادش نتكلم عن أصل وأصل وأصل، خلاص اللي حصل حصل. أنا أعتقد ولو تتفق معي في هذه النقطة ان الأهلي بهذه النتيجة هيعمل أفضل ما عنده في إن شاء الله في الإياب، أفضل ما كان حتى كسب 2-0. خلينا نبدأ من النقطة دي، استعدادات الأهلي من وجهة نظرك، وحتى لو احنا رجعنا شوية بالتاريخ للبطولات الإياب اللي فاز فيها الأهلي على أرض المنافس. تمام. أنا أخذ من آخر جملة أنت قلتيها، نرجع لمباريات النادي الأهلي قبل كده في التاريخ. النادي الأهلي في 2006 قصاد صفاقس التونسي، مباراة كانت هنا، كنت حاضرها هنا 2006 في القاهرة، تعادلنا 1-1 والنادي الأهلي كسب 1-0 هناك. 2012 قصاد الترجي التونسي، النادي الأهلي اتعادل هنا في برج العرب 1-1 وكسب هناك جول هو الوليد سليمان والسيد حمدي. على العكس لما الأهلي اتعادل بره مع النجم الساحلي مثلا 2007 خسر هنا 3-1، ولما كسب على الترجي 3-1 نتيجة كويسة خسر هناك 3-0. يعني خسر اللقب. أحلى بره ملعبنا. لا، هي مش الفكره في كده. يعني المباراه الاولى لا تحسب. المباريات النهائيه هي شوطين. انا ما ينفعش باي حال من الاحوال، ما حدش يعني ما حصلتش في تاريخ الا قليل قوي ان مباراه ذهاب تحسم نهائي من قبل مباراه الاياب. هات لي كده في التاريخ، ما فيش، ما حصلش. ليه بقى؟ لانه مباريات النهائيه انت بتتكلم في اقوى فريقين في القاره. طبعا. ولما اقول لك ان اقوى فريقين في القاره دول السنه دي، دول اتقابلوا كمان السنه اللي فاتت في نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا. اخر 4 سنين او 5 سنين الوداد موجود 3 مرات فاينل والاهلي موجود 5 مرات، فاحنا بنتكلم في اقوى فريقين في افريقيا خلال الخمس سنوات اللي فاتوا مع صن داونز. وبالتالي هدف الصفاقسي اللي كنت بتتكلم عليه بالظبط، طبعا كان جول تاريخي وكان يعني من احلى الاجوان في تاريخ النادي الاهلي في النهائيات الافريقيه بالظبط. فده برضو كان نهائي القطن الكاميروني. بالمناسبه الاهلي كان كسب هنا، الاهلي كان كسب 2-0 وتعادل هناك 2-2. فما فيش مباراه نهائيه تحسم من شوط واحد، مهما كانت النتيجه لصالحك او غيره لا تحسم بالظبط. وانت كسبت هنا 3-1 قصاد الترجي وخسرت اللقب في النهايه، وتعادلت بره 0-0 وخسرت اللقب هنا في النهايه، ففي النهايه مفيش مقياس. النقطه الثانيه بقى المهمه جدا، والحقيقه انه سعدت جدا انه بدا النادي الاهلي نتعلم شويه من الاخطاء اللي فاتت. يعني النهارده الكلام على انه احنا مش هنقدم شكوى في الحكم الليبي في حكم المباراه، بلاش نتكلم عن بقى تسيما ومباراه دي اخر مباراه لي بالظبط، دي اخر مباراه لي. يعني زي ما بيتقال كده كان على السوشيال ميديا يقول لك الراجل ما عندوش حاجه يخسرها بالظبط. حكم وحش، حكم حلو، خلاص دي اخر مباراه لي وبعد كده اعتزال. فيعني ربنا يستر. هو كان وحش معانا في الاثنين فاينل مع الوداد كان موجود حكم رابع بس لا، ان شاء الله الامور هتبقى مختلفه، لان احنا دايما في اي مباراه بيكون قبلها كلام على التحكيم، كلام على المدرجات واي ازمات بتحصل. الترجي عمل ازمه هنا مثلا قبل ما يجي، وانه لا انا ازاي العقوبات دي تبقى عليا. في نهايه خرج اللعيبه بره تركيزها. السنه اللي فاتت رغم الظلم ان احنا بنلعب مباراه واحده، ولكن كان خطا عندنا من اتحاد الكره، احنا بنلعب مباراه واحده هناك النادي الاهلي قصاد الوداد، ولكن اتخذنا شويه في قصه الجمهور وقصه الحصه بتاعتي في الملعب وبتاع شتت اللعيبه. اي كلام دايما حوالين التحكيم وحوالين المدرج وحوالين اي حاجه بره ال 11 لعيب وبره المستطيل الاخضر، فمعنى كده ان انت بتشتت تركيزك. فانبسطت جدا النادي الاهلي، لا مش هنشتكي الحكم، لا مش هنتكلم عن بملكة سيما، خلاص اللي قاله كولر قاله في المؤتمر الصحفي ان هو امر مقلب تعيين بملكة سيما للمباراه، ولكن
احنا خلاص من دلوقتي هنركز، مش هنتكلم، احنا بنتكلم في 11 راجل في الملعب يقدروا ياخدوا بطوله افريقيا، والاهلي قادر على ده انه ياخد البطوله. دلوقتي انت لسه بتقول لحضرتك ان الماتش العوده او ماتش الاياب النسبه فيه تقريبا 50-50 طبعا، والحقيقه مش هي لوحدها، ده ناس كتير جدا شايفين كده. انت من ضمن الناس دول ولا انت في دماغك نسبه مختلفه شويه في ضوء اللي شفته في ماتش الذهاب؟ لا خالص، 50-50. اهم حاجه ان انت ما تخرجش بره تركيزك وبره الملعب. لو اتسحبت لاي مشكلات بره الملعب تاكد ان النسبه بتاع الوداد هتزيد اكتر. كل ما انا تركيزي في الملعب، 11 لاعب في الملعب بس بلعب على اللي قدامي، هتقدر ان انت ممكن تحسم اللقب من هناك. وانا شايف انه ظلم قوي ان احنا عمالين نقص شويه على الفرقه، انه 2-1 نتيجه مش حلوه قوي، وكان احساس ان الفرقه خسرانه هنا في القاهره او ان الفرقه متعادله هنا في القاهره. لا، انت كسبان هنا. النتيجه مش مريحه، بس زي ما قلنا ده ماتش نهائي، ماتش نهائي ما بيخلصش بالسكور. وعايز اقول لك ان الوداد المغربي على ملعبه ما سجلش اهداف كتير. الوداد المغربي في دور المجموعات كسب بترو اتليكو 1-0، كسب فيتا كلاب 1-0، شباب القبائل ده كان وضع مختلف. سيمبا التنزاني في دور الثمانيه خسر بره 1 وكسب على ملعبه 1 وكسب بلينات. ماتش سان داونز كان بيلعب 9 لعيبه في اخر 5 دقائق، المباراه خلصت 0-0، ومباراه الاياب استطاع الوداد انه يتعادل 2-2 بجول الثاني كان اون جول. فبالتالي نادي الوداد هو نسخه قويه، ما اقدرش انكر ان نسخه الوداد نسخه قويه ونسخه محترمه جدا، وتتابع ليه وتسلسل للفرقه في خلال 5 سنوات الاخيره والحفاظ على بعض العناصر اللي ساهمت ان برضه في قوام الفريق يفضل موجود. ولكن الوداد دفاعيا قوي، ولكن انا هجوميا مش شايفه اقوى حاجه. الوداد على ملعبه بيسجل في دور المجموعات 5 اهداف، منهم مثلا في ماتش واحد 3 اجوال. هي نسبه الاستحواذ والسيطره كمان مش اعلى، لو انت قارنت الاهلي بالولاد هتلاقي النسبه اعلى بكتير. الشوط الاول وصل نسبه الاستحواذ وصلت مع النادي الاهلي 82%، مع نهايه المباراه كنا بنتكلم حوالي 70%، فانت بتتكلم في نسبه كبيره جدا هي استحواذ النادي الاهلي على الوداد، ولكن ده كان منطقي. فرقه الوداد كانت بتلعب على المرتده، واكون واضح واكون صريح، الوداد برضو اضع فرص هنا. يعني الانفراد اللي صده مصطفى شبير، الكوره اللي في القايم مع كوره الهدف، لا كانوا بيشكلوا خطوره وعاملين مشاكل. والراجل كان بيلعب لعب برضه بيقدر انه يروح بالمرتده، بتشوف يحيى عطيه الله، بتشوف عملودي الباك رايت اللي عمل كوره الجول، عندهم لعيبه سرعات وعندهم لعيبه كويسه. فاجب احنا نقدر ونحترم المنافسين، وعشان برضه المنافس لازم يحترمنا، ان احنا النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا ونادي القرن في افريقيا. صح، كلام محترم جدا. طب لو كلمنا شويه، لان النقطه دي انا وكريم برضو ناقشناها اكتر من مره، فكره هنا الاستعداد الفني والبدني والتركيز والاستعداد النفسي اللي عند اللعيبه، كلام على الاهلي تحديدا، لو انت جيت دلوقتي قيمته لنا وقارناه شويه بمثلا الموسم اللي فات، انت بتشوف ازاي عشان برضو الواحد يبقى مش هقول متاكد، بقول مطمن؟ لا طبعا السنه دي الامور افضل بكتير. لانه النادي الاهلي محليا مستريح، مش حاسس بضغط كبير، ما عندوش مؤجلات كتير. النادي الاهلي 5 مباريات ويتوج رسميا بالدوري الغايب عن خزائنه من سنتين، فبالتالي ده مريح الفرقه شويه. نمره 2، مارسيل كولر بادئ مع الفرقه من بدايه الموسم والاداء تصاعدي من بعد مباراه سان داونز اللي هناك. مستوى النادي الاهلي حصل فيه تدرج وصعود غير طبيعي. صح، النادي الاهلي خلال من بعد مباراه سان داونز لم يتلقى سوى هدفين، الهدف بتاع الوداد هنا وهدف ماتش بيراميدز في الكاس، بتكلم في 12 مباراه هدفين بس بيستقبلهم النادي الاهلي. مستوى اللعيبه حتى حاسين ان هو افضل بكتير وفي ثبات فيه. وكمان في روتيشن شغال عليه مارسيل كولر، احنا بنتكلم حسين الشحات موجود، عبد القادر بنتكلم برده، حسين الشحات ممكن يلعب ناحيه اليمين مكان بيرستاو، شريف بياخد شويه مع كهربا، كمان الثلاثي ويعني والنادي الاهلي وجد ضليته، وكولر وجد ضليته في مروان عطيه. مروان عطيه حول طريقه لعب النادي الاهلي 4-3-3، كانت محتاجه لاعب زي مروان عطيه يقدر ان هو لعيب قوي، بيقدر يطلع بالكوره، بيقدر ان هو يغطي على الاجناب، عنده ميس باس قليل، كل دي مميزات عند مروان عطيه وجدها مارسيل كولر فيه، وادى حريه اكتر لحمدي فتحي. حمدي فتحي بالنسبه لي هو فكه الفرقه. يعني حمدي فتحي كان لما كان بيلعب زمان في دمنهور مع كابتن محمد عمر كان بيلعب بلاي ميكر رقم 10، وبعد كده من انبي للنادي الاهلي جه كان بيلعب ديفندر. موسيماني لعبه كلاعب سيرت باك ثالث ورا كاليبرو سويبر ورا الاثنين المساكين، ثم النهارده مارسيل كولر بيلعبه كلاعب رقم 8 وبيزيد لل 18 الكره الطويله اللي احنا بنشوفها، وتكتيك حلو جدا عامله مارسيل كولر زي الكره اللي جابها حمدي فتحي في ماتش بيراميدز، الكره الطويله وكره مكرره في اكتر من مباراه بنفس الشكل، كره الهدف الثاني في مباراه الوداد بنفس الشكل، الكره اللي محمد هاني طويله من ورا المدافعين قطع عليها حسين الشحات. فلا بالعكس، انا شايف انه في استقرار في الفريق من ناحيه القوام، من ناحيه الروتيشن، من ناحيه الافكار بتاعه اللعيبه، قناعتهم بمارسيل كولر بالظبط. من ناحيه الجهازيه يعني ايه سر ان بيبقى فيه لعيبه بيتالقوا بشكل استثنائي
في بطوله افريقيا بصفه خاصه حد زي حسين الشحات. يعني حسين الشحات كده كده هو لعيب جامد جدا في كل الاحوال، هو لاعب مميز بطبيعه الحال، لكن حسين الشحات في دوري او في كاس او ايا كانت البطوله وضع مشرف ومرضي جدا طبعا، لكن في دوري ابطال افريقيا لا بيتحول، بيحصل طفره مش كده يعني؟ ولا صحيح. انا بس اللي واخد بالي من كده؟ لا لا صحيح، في لعيبه بتحب الماتشات الكبيره، الماتشات اللي فيها جمهور، الماتشات اللي فيها احداث، في سخونه، تلاقي هو دايما على طول بيحفز الجمهور، يلا شجعه، عايز دايما يجري، متضايق وهو خارج من الملعب ولحظه التبديل بتاعه وغضبان قوي من الهدف اللي بالظبط، غضبان من الهدف، وان احنا كنا كسبانين 2 ليه نستقبل هدف، احنا عايزين نزود ونجيب الثالث، والوضع كان قريب وكان مريح، فلا كان خارج متضايق جدا. نوعيه لعيبه حسين الشحات بيحبوا الاجواء دي، بيحبوا الاحداث دي، بيحبوا الحاجه اللي فيها تقدر تقول تنافس وروح وتحدي. يعني هو من اللعيبه، محمد هاني بيحب ده، محمد هاني دايما تلاقيه بيتألق قصاد ريال مدريد، قصاد بايرن ميونخ، في ماتش صن داونز تلاقيه دايما لعيب راجل قوي، لعيب راجل جدا طول عمره، طول عمره لعيب راجل وشفته بعد كره تيحيى عطية مطمئن وجوده، مطمئن يعني طبعا ما عندكش شك في ان في حاجه هتعدي منه. لا طبعا محمد هاني ما شاء الله عليه، والعوده بتاعته انه محمد هاني بعد سنتين اكرم توفيق فيهم بقى اللاعب الاساسي برغم انه مش باك رايت، بعيد عن المنتخب، دايما في انتقادات لمحمد هاني، فكره انك ترجع بعد الانتقادات وتثبت ذاتك وتصل لكابتن فريق النادي الاهلي، والناس تبقى مقتنعه بيك ومطمنه في وجودك، وان انت تشيل الجبهه اليمين بتاع النادي الاهلي، وبالعكس هم عايزينك تكون موجود دايما في الملعب، دي نقله مهمه جدا لازم تدرس. زي نقله، يعني هضرب لك مثل بحكم النهارده بنزيما خلاص وقع الاتحاد جده 3 سنوات. شفت انت الموضوع ده؟ لا ما انت قبل ما تدي مثل قول لنا رايك في الموضوع ايه اصلا. طب اقول لك مثل طيب. لانه بنزيما هي يعني عنده قصه تدرس، فكره ان بنزيما لاعب بينتقد وجماهير ريال مدريد كلها شايفه انه لو كسب كره ذهبيه ضيعها، ده لاعب ظل رونالدو، ده لاعب مش مؤثر في الفريق، وبرغم كده بيشتغل. تكلم في 14 سنه بنزيما مع ريال مدريد، هو تاني الهداف التاريخي لريال مدريد، بتتكلم في صاحب الكره الذهبيه بعد انتقادات طويله بعد ما ظهرت ليه صوره سنه 2014 وهو بيسقف لرونالدو وكروس رودريجيز، فكره ده نجاح اصلا، يعني كان طالع باك جراوند وبيسقف له وفرحان بكريستيانو، واحنا عارفين علاقته حلوه بيه وبيحبه جدا يعني، وبعد كده هو اللي حصل عليها، دي قصه نجاح بالظبط يعني. وده اللي ربطته بمحمد هاني، الفكره ان محمد هاني من انتقادات بيعود. دي حقيقة. الحاجات دي يجب ان تدرس، لازم المعد النفسي يشتغل مع اللعيبه، الكوتش والمدرب المساعد يشتغلوا مع اللعيبه، يكلمهم عن حالات حصلت قبل كده، ازاي ان انت تخرج من ازماتك النفسيه او تخرج من المشكلات اللي ممكن تواجهك وترجع مره ثانيه. فكرك ممكن يبقى هو هداف الدوري السعودي النسخه اللي جايه ان شاء الله كريم؟ جدا. ممكن جدا، ممكن جدا. وبنزيما انا شايف واحد يعني ان لم يكن افضل من ميسي ورونالدو عنده اكتر يقدر يديه، عنده يعني طموح حلو، انا بحب الطموح بتاعه، عنده بالزبط. اصرار من اللعيبه اللي هي عايزه تبقى حاجه كبيره بالزبط. وبيشتغل على نفسه مش بيستنى يعني بالصدفه. صحيح. لا هي صفقه قويه جدا فعلا. وكمان الصفقات اللي لسه هيعقدها الدوري السعودي بعد ما صندوق الاستثمار السعودي استحوذ على 75% من الاربع فرق الكبيره. ده انت هتسمع ارقام كفايه. كفايه ارقام انت عندك بنطرطش مليارات واحنا قاعدين في وش المشاهدين، دي حاجه مش حلوه على الصبح كده. انت عندك كانتي وعندك مودريتش وعندك كمان في كلام على مودريتش، ليفاندوفسكي رفض بس بيحاولوا يقنعوه، انيستا برضو بيتكلموا معاه، فبوسكيتس بنتكلم في لعيبه كتير جدا. ده اوروبا فاضيه الفتره الجايه طبعا طبعا، كله هيبقى السعوديه عايزه تنقل على الرايق بقى، مفيش زحمه بقى ودوشه، فرع عشرة الصبح لعيب فرع باريس. هم عايزين يعملوا تجربه انه انا عندي في كل فرقه نجم وحواليه نجوم تانيين، يعني عندي رونالدو في النصر، عندي ميسي في الهلال، عندي بنزيما في الاتحاد، وهيبداوا يجيبوا لعيبه كمان. عايزين كريم كوجك في اي حاجه مثلا يعني. سرد باك على مزاجك وهشرفك نلعب جنب بعض، وخلي بالك و2000 دولار هعمل لك شغل مش هكلفهم زي بقيه الناس دول. نلعب سرد باكين مع بعض بس يعني ما نضمنش البقاء في الدوري السعودي. كنا بنتكلم برضه انا ونهاوند من كام يوم، مش فاكر كان مين الضيف اللي معانا وقتها، بس كنا بنتكلم في فكره يعني القدره الشرائيه لما تكون متوفره وبتساعدك على جلب نجوم العالم عشان تطعم بيهم وتدعم بيهم وتروج بيهم انجاز التعبير الدوري بتاعك، هل ده صح ولا ان انا استغل الاموال دي في اجيال جديده من اللعيبه الوطنيه المحليه، اطلع منهم ميسي جديد واطلع منهم ليفاندوفسكي جديد الى اخره، الفكر ده بتشوفه ازاي؟ بص هو الموضوع متشعب شويه فخلينا نمسكه نقطه نقطه.
قطر لما قالت ان هي هتاخد كاس العالم وكسبت استضافه كاس العالم 2022 عملت نفس التجربه بس على اضيق شويه، جابوا باتيستوتا وايفنبرج وبداوا يشتغلوا على الملاعب والبنيه التحتيه بتاعتهم شويه. السعوديه بحكم ان هي عايزه تخش في كاس العالم 2030 وفي كلام على ان احنا ممكن نخش معاهم شراكه مع اليونان، السعوديه هي هتكون الاساس في كاس العالم 2030، فبيبداوا ان هم هيروجوا لده. والنهارده لما بيجيب لعيبه نفس فكره قطر، ان انا بجيب لعيبه كبيره لعيبه عالميه علشان ابدا الفت الانظار الي واقوي الملف بتاعي ان انا عندي نجوم عالميين بيلعبوا على الملاعب بتاعتي. فهي نظره تسويقيه ونظره دوله ناحيه استضافه كاس العالم. فكره بقى جلب النجوم نفسهم، طب انت النجوم دول كلهم مش هيفيدوا المنتخب السعودي في حاجه بالظبط. وانا ما اقول لك على حاجه، الدوري السعودي هو دوري قوي جدا على فكره، قبل ما يكون حتى يجي النجوم طبعاً. وعندهم ملاعب وعندهم جمهور وعندهم بنيه طبعاً. تحتيه كويسه وعندهم تصوير بس فعلا النقطه اللي كريم بيقولها كمنتخب انت مش هتعرف بالزبط. تستفيد بالصفقات الملياريه دي يعني. بالظبط مش هتستفاد. وبرغم الدوري السعودي هو دوري قوي من قبل ما حتى ما يجيبوا الصفقات، ما فيش لعيبه سعوديين طلعوا بره يعني، عملوا بحاجه تبع برنامج الابتعاث وبداوا ان هم يرسلوا لعيبه في اوروبا بس مش حد فيهم نجح، مفيش حد فيهم. تفتكر هيجنسوا بقى اللعيبه دي مثلا ويخشوا المنتخب؟ اللعيب لا، اللعيبه الكبار ما ينفعش خلاص، هو ممكن بقى تكلف لعيبه صغيره. اللعيبه الحاليه ممكن يعني تفتكر ده يبقى حلم؟ ما اعتقدش ان اللعيبه طلع اشاعه الفتره اللي فاتت قال لك كريستيانو هيتجنس لما لقوا كان وطى لما سجد بعد الجول والجلابيات اللي عمال يلبسها. طبعا اي كلام، الكلام ده طبعا عمره ما هيحصل، هو حتى لو قعدوا يقولوا كده يعني، حتى لو خد جنسيه شرفيه او جنسيه السعوديه ايا كان يعني، هو في النهايه مش هيلعب مع المنتخب السعودي يعني، لو واحد يمنع ده طبعا. فممكن يكون بيتكلموا على لعيبه صغيرين ولا حاجه، بس اللعيبه الكبار الامر منتهي. ولكن هو كل الصفقات اللي معموله معمول ضمنها انه الترويج لكاس العالم 2030. كمان الاغراءات اللي بتقدم للعيبه هي مش مجرد ارقام، مش مجرد فلوس. النهارده بيتكلموا مع بنزيما ان احنا هنعمل لك اسامي مدارس باسمك، مدارس باسمك في السعوديه. فكره ان انا بخلد لاعب، بخلي لاعب عرض لا يرفض بصراحه بالظبط يعني. الناحيه الماديه، الناحيه الجماهيريه، كمان اللعيبه بدات تجرأ بعض، ده ميسي في الهلال، ده رونالدو في النصر، ده بنزيما في الاتحاد، ايه ده؟ طب ما يلا يعني نروح. انت بتتكلم في عرض سخي، عرض قوي، بتتكلم 2030، بتتكلم في ان دوري عنده امكانيات وعنده بنيه تحتيه قويه، كل ده اكيد بيقنع اللعيبه ان هم بيروحوا بره. في الفكره انا ابتديت اقتنع ان هي قصه، لان احنا اول ما سمعنا عن موضوع كريستيانو كنت انا وكريم من زي بقيه الناس بنقول معقوله؟ طب ده هيضيف لكريستيانو بتاع. انا بعد مرور وقت شايفه ان بجد لو الجانب السعودي يعني مستفيد، لا معلش الجانب الاخر كمان مستفيد جدا طبعا. يعني هناك هيعيشوا حياه ممكن يكونوا عايشين زيها في اوروبا بس حاجة مختلفة، رفاهية مختلفة، مستقبل مضمون 100%. هو كان مضمون يعني زي ما انت قلت، اسم بيخلد اوفرز فظيعة يعني، واي مضمون يا استاذ يعني فعلا دي من العروض اللي لا ترفض في الحياة كده، بيجي اوقات عروض لا ترفض صحيح. فده عرض اعتقد لا يرفض لاي لاعب له قيمة كبيرة، شايف ان بالعكس دي حاجة مش هتقل منه زي ما البعض كان بيعتقد في الاول. فالوضع ابتدى دلوقتي يتشاف صح، لانه عرض مادي وعرض معنوي، عرض طبعًا مادي بيصل لعشر اضعاف الراتب اللي بياخده. مش عارف، كنا لسه بنقول الحلقه اللي فاتت باين ان الرقم وصل في حاله ميسي، ده مين؟ ميسي 600 مليون. صحيح بالظبط، هو اصلا يعني بعقده اقل من كده كتير بباريس، يكاد يصل الى العشر في باريس، هو كان رقم كبير يعني. ولكن شفت مشاركته الاخيره في اخر لقاء ليه مع باريس سان جيرمان وسفرات الاستهجان غير لائق مع اسطوره ميسي يعني، شفت اللقطات دي ازاي؟ هي علاقة ميسي مع باريس سان جيرمان ما كانتش ماشية يعني على ما يرام، بس هي الدنيا اسودت أكتر بعد رحلته الأخيرة للسعودية، واللي قالوا إن هو ما خدش إذن لا المدير الفني ولا النادي من أساسه، يعني الحكاية خدت منعطف حاد قوي بعد الواقعة دي بصفة خاصة. بص هي الواقعة دي فعلا آخر واقعة، ولكن من البداية كل الناس عولت على إنه وجود نيمار ميسي مبابي أنا كده هاخد دوري الأبطال طبعا. فحصل مباراة ريال مدريد، ميسي بيضيع ضربة جزاء قبل كمان ما السنة دي يودعه برضه على أمام بايرن ميونخ، فحصل إن الجماهير أحبطت يعني، هو ليه ميسي مش بيلعب بقوة؟ ليه مبابي وموجود جنب ميسي مش قادرين نكسب بايرن ميونخ، مش قادرين نكسب ريال مدريد؟ فده قلل شوية من طاقة وحب الجماهير الباريسية لميسي. ثم جه كأس العالم
والصراع بقى بتاع ميسي ومبابي ده خلى الجماهير الفرنسويه كلها تميل ناحيه امبابي، وبدا كمان انه يبان جوه اوضه اللبس في باريس، واضح ان فيه الدنيا مش صافيه قوي ما بين ميسي ومبابي. كمان اللقطه بتاعت مارتينيز وطريقه احتفاله، وبعد كده شايل دميه عليها امبابي وميسي واقف جنبه وساكت على ده، فده كل ده ضايق الجماهير الفرنسيه ابدا. ده احنا لسه كنا بنتكلم عن العنصريه في الملاعب وغيره، لما تيجي كمان من نجوم كبار حاجه مؤسفه يعني. بالزبط. عشان فاضل دقيقتين يا محمد، عايز اروح معاك برده لتصريح انشيلوتي اللي كان تقريبا من يومين ماكسيمم او من يوم، لما اتكلم عن ان التصريح كان غريب شو، قال لك يجب على نجوم ريال مدريد ان يعتزلوا في ريال مدريد. تحس ان هو بيلمح يعني على بنزيما، على بنزيما اكيد. يعني اكيد، لانه هو بتتفق اصلا مع الكلمه دي او التصريح ده؟ لما يكون اللاعب في عطائه وقوته زي بنزيما، انا لو انا مكان انشيلوتي هحب ان هو يعتزل في الفريق، ولكن في حاله راؤول، وراؤول كان نجم واسطوره وابن ريال مدريد اكتر كمان من بنزيما اللي جاي من فرنسا، ولكن راؤول برضو في النهايه انتقل لنادي شالكه ولعب سنتين وبعد كده عاد للفريق. يعني هو في النهايه كره القدم هي كره احترافيه، عليك ان انت في النهايه تشوف افضل العروض. بالظبط. فانا حاسه انشيلوتي مش فير قوي في التصريح ده يعني. هو في النهايه بنزيما بالنسبه له مهم جدا، فلازم انا كمدرب هتمسك باللعيبه، ولكن لو بنزيما مش بالقوه وبالفت بالشكل القوي عليه خلال السنتين الاخرتين، اكيد تصريح انشيلوتي كان هيختلف، وما كانش هيبقى عنده مشكله في رحيل كريم بنزيما. صح. احنا وقتنا انتهى، يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. ربنا يخليك استاذ كريم، مبسوط اني معاك ومبسوط ان لا يعني قراءة بجد ممتعه يعني حقيقه يا محمد، والله نورتنا. ربنا يخليك، شوفك تاني قريب، وزي ما انت قلت وشك بيبقى حلو، هيبان بقى كلام كتير. لا قابلنا تليفون يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. يعني لو حصل وكان وشنا حلو هتلاقينا انا وكريم بنكلمك ان شاء الله. اشكرك جدا يا محمد، نشكر حضراتكم كمان اكيد على متابعتنا. نشوفكم ان شاء الله بكره حلقه جديده 10 الصبح في العالم. مع السلامه.